born in Gaza City, Palestine. Karam has been staying in Bangladesh for a little over 2 years. May I ask Mr. Karam? Okay, thank you, Lord. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أخاطبكم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وهي السابع من مارس، والخطاب التاريخي لأبي الأمة الشيخ مجيب الرحمن. وقد مثل هذا الخطاب الشرارة التي انطلق بها شعب بنغلاديش نحو التحرر ورفض الظلم والاستقلال، ليبني لنفسه وطنا وكرامة ومستقبلا تنعم فيه الأجيال القادمة بالرخاء والنماء. لقد تحققت أمان شعب بنغلاديش، وهو يعيش اليوم بكرامة وعز، ويتمتع بمقدرات وطنه وأمنه وأمانه. تهانينا لبنغلاديش وشعب بنغلاديش على هذه الإنجازات العظيمة التي يعود الفضل فيها إلى حكمة والد الأمة الشيخ مجيب الرحمن، وكذلك إلى ابنته القديرة الشيخة حسينة التي تسير على خطاها خطى الأب في كافة المجالات. ويجب علينا أيضا ألا ننسى تضحيات ملايين الشعب البنغلاديشي من أجل مستقبل الأجيال القادمة. نحن كفلسطينيين بكفاحنا وتضحياتنا نعمل منذ أكثر من 3/4 قرن على استعادة وطننا الذي سرقته منا قوى الشر والعدوان منذ عام 1948. ورغم الظلم التاريخي الذي وقع علينا نحن، وويلات الحروب وعدد الأرواح التي أزهقت، ما زلنا نسير على الجمر وبين أشواك حريتنا وكرامتنا ومقدساتنا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ليس هناك أسوأ من الظلم، ولا أسوأ من الحرمان، ولا تكتمل كرامة الإنسان إلا إذا تحرر من الظلم. إنكم تلاحظون اليوم ومعكم العالم أجمع الصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والتي لا يستطيع أي إنسان أن يتحملها. نحن جائعون وعطشانون ونتألم قبل أن نقتل بدم بارد. لم يعد لدينا مكان لإيواء أطفالنا، فالطائرات الإسرائيلية فوقنا، والدبابات والجنود المجرمون أمامنا وخلفنا، ولا حتى البحر قادر على إيوائنا. كل هذا يحدث لنا والعالم يراقب ويشاهد ويستنكر ويدين، وكل ذلك لا يروي جوعنا ولا يروي عطشنا ولا يحمينا من جحيم القنابل المتساقطة فوق رؤوسنا. ولكن يجب أن يعلم الجميع أننا نؤمن بالله، والله وحده قادر على أن يمنحنا القوة والصمود والعزيمة. نؤمن به ونستعين، وبه نستعين، وهو على كل شيء قدير. وأخيرا أكرر لكم احترامي وتقديري لأبي الأمة الشيخ مجيب الرحمن، ولابنته القديرة الشيخة حسينة، ولشعب بنغلاديش على دعمه ومساعدته لفلسطين وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.